ناخذ تحضير الالكالهالايتس طبعا preparing alkalhalides from alkanes. طبعا عندنا تحضير الهاليدات الالكيل راح ناخذ من الالكانات وراح ناخذ من الالكينات. هسه ناخذ من الالكانات، تذكرون بالالكانات وعن طريق الهالوجينيشن عن طريق الهلجن راديكال هالجينيشن، يعني نقول عفوا هدرجة هلجنة عن طريق الجذور الحرة. تذكرون عندنا مثلا الكان، والالكان هو عبارة عن هيدروكربون، وضفنا له Cl2 او Br2. ايش راح يصير؟ اللي يصير عندنا راح يصير عن طريق تفاعل نسميه راديكال تشين ريأكشن باثواي، يعني مسار تفاعلات سلسلة جذور الحرة، تفاعلات السلسلة الجذور الحرة. يعني هذا تشين معناها شوف كلمة تشين عن السلسلة، اكو في السلسلة من التفاعلات ما راح يتوقف الى ان يعني الى ان يبدي يستهلك كل الموجود. طبعا انا ما اقول لكم حفظوا هاي الكليشيه هاي كلها، لا لا ماكو شيء اسمه حفظ، فقط افهمها اللي فهم. راح ناخذ احنا التفاعل ونشوف طبعا بوجود Cl2 والBr2 مع الالكان، طبعا بوجود الضوء اللايت راح يعطينا الكل هالايتس. طبعا الالكل هالايتس هنا شلون تكون هسه راح نجي تكون، لكن اكو فد سؤال هنا راح انطيه انا ودك انت تفسره الي من خلال من اخلص هذا البريبيرنج مات الالكل هالايتس من الالكان فروم الكينز. اكو ثلاث خطوات هي راح يكون بها ينتج لي هاليد الكين من الالكان. الثلاث خطوات اللي طبعا ثلاث انواع من الخطوات three kinds of steps هي initiation والpropagation وعندنا termination. then شنو ناخذ احنا التفاعل، وعن طريق التفاعل راح نشرح هاي الخطوات. طبعا initiation step يعني معناها اكو خطوه بادئه للتفاعل، واكو خطوه propagation steps اللي هي repeating cycle، يعني اكو دوره مال خلينا نقول متكرر، خلينا نقول هي تتكاثر عن طريقها المركبات تظل المركبات. وبعدين اخر ترمينيشن ستيبس طبعا هي الخطوه خلينا نقول الاخيره اللي بعدها راح يتوقف التفاعل. اول شيء اذا تلاحظ انت بالخطوه البادئه اللي يصير عندي ان الجذر الحر هذا العفو المركب هذا الهالوجين اللي هو Cl2 هذا Cl2 عبارة عن كلور مرتبط بآصرة تساهمية. هنا راح يصير طبعا هنا نوع الانشطار اللي يصير بالآصرة اكو نوعين من الانشطار كليفيج عندنا. طبعا اول شيء انشطار يسمونه هوموليتك كليفيج، انشطار متجانس. ونقصد بانشطار متجانس ان هاي الآصرة الناتجة من الكترونين من كل ذرة راح تنشطر، وكل ذرة راح تاخذ الكترون لها، وهذا الكترون راح يكون على شكل فري راديكال، يعني شكل جذر حر. فنلاحظ هنا راح يصير عندي اللي هو هوموليتك كليفيج، يعني راح يصير عندنا انشطار متجانس، راح يتكون عندي ذرتين من الكلور راديكال. ها هي الخطوة البادئة للتفاعل. طبعا احنا هنا هذا هو التفاعل بصورة عامة، هنقول عنه هو هذا التفاعل CH4 اللي هو الميثان زائد Cl2 حطينا CH3Cl زائد HCl. شلون هذا الميكانيزم شلون يصير عندنا حتى يعطينا هذا الناتج؟ الخطوه البادئه اذا تلاحظون هي عن طريق Cl2 وليس عن طريق ال CH4 الميثان. شنو السبب؟ يعني عندك السبب هاي ليش ما بدأت الخطوة عن طريق CH4؟ ليش عن طريق Cl2 بوجود الضوء؟ عندنا راح يتكون عندنا راديكال، هذا راديكال راح يتفاعل معمل مع الميثان، هذا هو الميثان إذا تشوفون هو طبعا هنا طلع لك الهيدروجين. إذا تشوف هذا الهيدروجين يعني على مود حتى هو اللي راح ياخذ الراديكال، يبدي هذا الراديكال راح ياخذ هذا الهيدروجين، راح ياخذ الكترون واحد يعني من الآصرة، هم راح تنشطر هاي الآصرة وراح يسوي انشطار لها متجانس، راح ياخذ H راح يطلع لنا عن طريق شكل HCl غاز، ومن ثم يتكون عندي CH3 راديكال اللي هو هذا. ماشي؟
راح تجينا جزيئة ثانية من CL2. طبعا هذا راديكال همين راح ياخذ CL، وجود CL راح ياخذ CL، راح تكون عندنا CL راديكال اللي هو هذا، راح تكون عندنا ناتج اللي هو HCH3Cl. واضح؟ وتظل تنعاد العمليه، تكون عندنا هم سي ال راديكال، هذا سي ال راديكال اللي هم نشوف له جزيئه ميثان، وتظل هاي الدوره البروباجيشن تبدي تستمر الى ان تجينا الخطوه الاخيره، يعني حتى ان عدد المولات انها يعني بدات تنخفض للمركبات المتفاعله الى ان يوقف التفاعل. يوقف التفاعل هناك ثلاث احتمالات، ان يوقف التفاعل عن طريق سي اتش 3 راديكال، مع سي اتش 3 راديكال راح تكون عندنا الايثان، طبعا نسبه قليله جدا، راح تكون عندنا بعد ممكن انه هو يعني كل ناتج يكون سي اتش 3 سي ال، وممكن ان يرجع سي ال مع سي ال راديكال يكون له سي ال 2. هذا هو الناتج. السؤال هو هنا ليش ما بدينا من الميثان؟ ليش بدينا من الكلور؟ هو انيشيشن ستيب، راح يكون هو الخطوة البادئة. انه شنو السبب؟ هذا عيدها من عندكم انتم. طبعا هاي الخطوة راح اشرحها سريع. هاي الخطوة راح تكون طبعا ابوع سانثتك، يعني راح تكون خلينا نقول نخلق معدها الكانات ونصنع او نحضر معدها الكانات، لكن نعتبرها يعني عمليه تخليق فقيره او يعني مو منتجه. شنو السبب؟ السبب انه راح يعطينا مكسجر اوف برودكتس، راح يعطينا خليط من الناتج، ما حطينا ناتج واحد. ليش؟ لان هذا هنا راح يبدي يتكون، يبدي راح منين؟ راح مثلا سي اتش 3 هذا CL CH3CL، هذا الناتج النهائي. ممكن ان تجي CH2 او هم نهاية CH2 بها انشطار، راح تاخذ لنا ال H من ال CH3 ويكون عندنا CH2 CL2. ممكن ان نستمر لان تستبدل كل ذرات الهيدروجين على ذرة الكربون، وناشحت ان يعطينا مونو كلورينيتد، طبعا يعني مونو معناها عبارة يعني واحد، يعني كلور واحد. ممكن يعطينا داي كلور، ممكن يعطينا تراي كلور، ممكن يعطينا تترا كلور. واذا تشوف انت هذا هنا مونو يعني كلور واحد، هنا داي كلور يعني اثنين كلور، هنا تراي كلور، هنا ثلاثه كلور، هنا تترا كلور، اربعه كلور. لهذا راح تعتبر هاي يعني طريقه مو يعني طريقه 100% نحضر بها الالكل هالايد، زين، لان حطينا مكسجر من المركبات. اذا تشوف الكلورينيشن بالتحضير شويه راح تكون مهمه اصعب اذا كان هاليد العفو الالكان اذا كان يحتوي على اكثر من ذره هيدروجين، موقع يعني نقصد بها موقع ذره هيدروجين. يعني الميثان، هذا الميثان هو خلاص ذرات هيدروجين واحدة، والإيثان كذلك CH3CH3 تبقى واحدة. لو ناخذ شوية البيوتان، البيوتان لو نشوف هنا البيئات مال هنا CH3 هاي بيئة، وهاي بيئة هي نفسها CH3 هاي بيئة، هاي واحدة، وبعد عندنا CH2 وهاي CH2 هنا نفس البيئة. هنا المشكلة وين يصير الاستبدال؟ على ذرة هيدروجين. من سوء التفاعل وجدوا ان 30% هو راح يعطينا واحد كلورو، يعني هنقول برايمري، ويعطينا 70% شنو هو يعطينا مركب سكندري، طبعا بالاضافه الى الخليط، هنقول نسب قليله جدا، حتى النسب 30 او 70 مو 100% فت، وانما حتى نين اكو فد خليط يطلع لنا. هسه جديش شنو هالسبب هذا؟ طبعا ناخذ اثنين مثل بروبان اللي هو هذا المركب. اذا تشوف من اخذنا اثنين مثل بروبان هنا همين عندنا بيئتين، لكن هناك البيئتين اذا تتذكرون شوي نرجع لها، هنا البيئتين المركب هذا المركب هو عباره عن هيدروجين، شو نسمي هذا برايمري، وهذا هيدروجين سكندري، ماشي، يعني لان يوجد على ذره كربون ثانوي. هنا لو نشوف هنا هيدروجين اولي لانه موجود على ذره كربون اوليه، وهيدروجين تيرشري لانه موجود على ذره كربون ثالثيه. نشوف هنا من يصير التفاعل راح يكون الاستبدال
بالهيدروجين الأولي راح يكون أسرع عند الكلور منين؟ من البرايمر، العفو التيرشري. طبعا شنو السبب؟ السبب موجود أمامكم، أريد أتسلى بس مش شفتها أمامكم بعد خلاص. أكو عبارة اسمها رياكتيفيتي، يعني أكو فعالية، الكلور فعاليته جدا عالية، جذر الكلور، ولهذا رأسا يهجم. خلينا نقول هنا يعني هنا إذا يهجم على إذا يهجم هنا أسرع ما يهجم هنا. ليش؟ لأن أكثر احتمالية، هنا ثلاث هيدروجينات، هنا هيدروجين واحد، ولهذا هنا خلينا نقول ثلاث احتمالات، هنا احتمال واحد السرعة رأسا، هنا رأسا راح يشوف موقع رأسا يتفاعل ويا أكثر من هذا الموقع الثاني. لكن طبعا ونشوف هنا طبعا هي أساسا الفعالية، الفعالية راح تكون بالتيرشري، يعني هذا هنا الهيدروجين هو راح يكون أكبر من السكندري اللي الهيدروجينات اللي يكون أكبر من البرايمر من هذا الكلور. لكن هنا صارت هنا إذا تشوف بالكلور راح صارت بالعكس، صارت إن عندنا هنا البرايمري هو أعلى من بصورة عامة من الألكان، إذا كان الأول إذا كان من الألكان الثالث التيرشري. قلت لكم سبب لأن رياكتيفيتي مالت سي ال، جذر سي ال هو فعاليته جدا قوية. أكو عامل ثاني هسه راح نشوفه اللي يدخلنا بهاي الدفع. طبعا شنو السبب ان الفعالية انها تكون بهذا الشكل، هاي الفعالية مال الألكانات، شنو السبب انها تكون بهذا الشكل؟ السبب يعني يقول لك ما هي الاسباب، what are the reasons for the observed reactivity order of the alkane hydrogen toward radical chlorination. طبعا شنو السبب ان يكون الفعالية للرياكتيفيتي مال الألكان الهيدروجين إنه أكثر فعالية، شنو السبب هيك فعالية الهيدروجينات بالألكان؟ طبعا فعالية الهيدروجينات بالألكان هو بسبب الطاقة، السبب الطاقة. إذا تشوف الطاقة مال التيرشري اللي موجود هنا الهيدروجين راح يكون طاقته أقل من يعني أقل من السكندري، ولهذا راح يكون إذا طاقته أقل راح ينكسر بسرعة، ذرة الهيدروجين راح تنكسر أسرع، العفو الجزيء الأصغر بين الكربون والهيدروجين وراح يطلع الهيدروجين. أما السكندر راح يكون أكبر شوي، إذا تشوفون طاقة الأصغر 401 كيلو جول، هنا 390، ثم يجينا البرايمري اللي هو 420 أعلى، ماشي. ولهذا كل ما ازدادت الطاقة كل ما هنا ايش راح يكون صعب كسرها. ولهذا نشوف السي سي اتش يعني تيرشر سي اتش بوند هو ايش راح يكون يعني بريك اكثر من البرايمري والسكندري. ولهذا ايش راح يكون كل ما راح يكون الاستابيليتي مالته، اكيد راح يكون التيرشري هو اكثر استقرار، كل ما تكون تقل الطاقة كل ما يكون اكثر استقرار، كل ما تزداد الطاقة كل ما يكون اكثر اقل استقرار. البرومينيشن طبعا عندنا اذا ضفنا البروم، اذا نقارن هذا التفاعل تلاحظ هنا راح يكون البروم بالهيدروجين التيرشري اكثر من الهيدروجين البرايمر. طبعا هو موجود هنا بالمحاضره السبب، لكن اذا كنت تستنتج لي انا شرحت لك باك الكلور، اذا كنت تستنتج لي هذا موجود شنو السبب، اذا تقرا تلقاه موجود، اكو في عباره موجوده بالشرح، اذا كان شويه تفسرها لي اكثر شنو السبب شويه عندك ويات. اذا تشوف ان حصيله الناتج اكبر من 99% في حين هنا اقل من 1%، في حين بالكلور لا كانت هنا النسبة 70 وهنا 30، صارت بالعكس. طبعا عندنا preparing alkyl halides from alkenes allylic bromination. طبعا نشوف نريد نحضر الالكل هالايدز منين؟ من الالكينات. شو نحضر؟ اذا تذكرون ضفنا HX بالالكينات حسب قاعدة ماركوفينكوف، وضفنا X2 ماشي، مره ضفنا X2 حتى ايش يعطينا؟ يعطينا فيشنال داي هالايت، طبعا يعني عباره عن متجاور، وضفنا HX راح تكون اضافه حسب قاعده ماركوفينيكوف.
طبعا اذا عندنا عده طرق، يعني عندنا several methods of preparing alkalis from alkenes including the reactions. تتضمن من عندها قلنا HX و H2X2 العفو الكين، هاي شو نسميه؟ نسميه الكتروفيليك اديشن رياكشن. لا، شنو معنى الكتروفيليك اديشن رياكشن؟ بنت هذا شنو هي العمليه؟ فقط كلمتين او ثلاثه. ليش من اضيف HX و X2 الى الالكين؟ هاي انت ماخذها العام. ليش من اضيف HX و X2 اسميه الكتروفيليك اديشن رياكشن؟ ليش ما سميته نيوكلوفيليك اديشن رياكشن؟ ماشي. انا طبعا اعطيكم اسئله حتى لكم شويه فتتناقشون حتى لو بيناتكم. طبعا اكو هنا قلت لكم انا خطوتين، ما اضفت HX اللي هو HCl او HBr او HI عن طريق وين؟ من العاصمه المزدوجه بوجود عن طريق اضافه ماركوفينكوف. طبعا ممكن انك انت تضيف HBr وينطيك مو حسب قاعده ماركوفينكوف؟ هذا السؤال. هنا عندنا اما تكون الاضافه عن طريق البرومين والكلورين، طبعا راح تكون اندر جود، راح تنخضع الماء الى انتي اديشن سو هالونيوم ايون انترميديتس. توقف واحد اثنين يعني داي هالو جينيتد برودكتس. طبعا الاضافه اضافه شوف هناك الاتش اكس حسب قاعده ماركوفينكوف، اضافه البي ار 2 والسي ال 2 راح تكون انتي اديشن. شنو معنى كلمه انتي اديشن؟ يعني ليش انا من ضفت هنا قلت انتي اديشن في حينك من ضفت اتش اكس ما قلت انتي اديشن؟ شنو السبب طلاب؟ لاني اسباب اريدكم شويه طلاب شويه تتابعون وشويه تعيدون معلوماتكم، اريدكم تعيدون معلوماتكم بها. اذا شوف هنا هذا السايك، شوف هنا ليش هنا انضاف هذا هنا الاكس، هذا اللي اقصد به. هنا من ضفت هنا اخذ هذا المركب نسميه واحد مثل سايكلو بنتين، من ضفت ل X2 صارت الإضافة واحدة للأعلى واحدة للأسفل، هي هاي أنتي أديشن. شنو السبب هنا صارت أنتي أديشن؟ واحد ال HX هنا أنا إضافة عادية عن طريق عادة ماركوفينكوف وطاني هذا المركب. إذا أكو طريقتين لتحضير الألكل هالايس من الألكين، طبعا عن طريق إضافة HX و X2. نجي الالليك برومينيشن. طبعا الالليك هناك طريقه اخرى نذر ميدوس بروبرانيك الكيل هالايدز فروم الكين. هذا التفاعل بواسطه تفاعل بايركشن ويز ان بروموسكسينامايد ابريفيتد ان بي اس، يعني مختصر الان بروموسكسينامايد هو شنو؟ هو ان بي اس. طبعا بوجود الضوء برزنس اوف لايت حتى ينطينا شنو الناتج اللي هو substitution of hydrogen by bromine. طبعا راح يصير لنا استبدال الهيدروجين بالبرومين، راح يجي برومين يعني بروم، ذره بروم راح تستبدل واحده من الهيدروجين. هاي اسمها الاليك بوزيشن، هذا موقع الاليك بوزيشن. شنو هو موقع الاليك بوزيشن؟ هو الموقع بوزيشن next to the double bond، راح يكون بجوار العاصره المزدوجه اللي هو هذا. شوف طلاب هذا هو الالليك بوزيشن، هذا موقع الالليك الهيدروجين سميناه موقع الالليك بوزيشن. هنا راح يصير الاستبدال. طبعا هناك عندنا اسئله راح تي كثير هنا، شنو السبب هنا يصير استبدال؟ ليش نهايه المحاضره؟ هذا هو الان برومو، ان برومو سكسنامايد، هذا امامك هو المركب. هذا طبعا مين استخدمه؟ راح نستخدمه طبعا ب هو البوم يعني كمية قليلة. هذا هنا اكو عاصرته هذا ضعيفة، بوجود الضوء راح تنكسر، راح يصير عندي شطار متجانس، راح يكون هنا بي ار راديكال، وراح تكون هنا الجذر مال سكسنامايد راديكال، راح يكون عندي بي ار راديكال. وهذا البي ار راديكال هو راح يبدي يتفاعل حتى راح يهجم على على هذا المركب، على هاي الهيدروجين او الهيدروجين الموجوده بالاعلى. المهم الالليك بوزيشن لازم اكو موقع الالليك، واحنا عرفنا الالليك شنو هو البوزيشن، ويعطينا الناتج. طبعا هاي هي خطوات التفاعل مالتي.
اذا تشوف هنا اول خطوه مثل ما قلت لك انا هو راح يتكون عندي جذر البي ار، هذا الجذر بي ار مثل ما قلت لك يتكون عن طريق الان بوموسكسنامايد، راح الان البي ار راديكال راح ياخذ لنا هيدروجين، هاي الهيدروجين راح ياخذه راح يكون اتش بي ار، راح يبقى المكان هذا هو عباره عن راديكال. واضح؟ طبعا هذا الـ هذا الاتش بي ار وين يروح؟ هذا اتش بي ار، هذا اتش بي ار يروح يتفاعل مع جزيئه ثانيه منين؟ من ان برومو 6 انامايد، راح تاخذ هاي البروم مع هاي البروم راح يعطينا بي ار 2، وهاي الاتش راح تكون مكان البروم راح يعطينا 6 انامايد. هذا البروم هذا راح يدخل ويا من؟ ويا هذا الراديكال، هذا راديكال راح يدخل ويا هذا راديكال، فراح ياخذ وحده من البي ار، لان هذا عباره عن بي ار، عاصره بي ار، فراح يهجم، راح يهجم وياخذ لنا وحده من هاي البي ار، وراح يخلي لنا هنا في راديكال من البي ار الثاني، ولهذا راح يعطينا هذا المركب، هذا المركب امامك، وانطانا ناتج شنو هو؟ انطانا ناتج بي ار، هاي البي ار يرجع يتفاعل ويا من؟ ويا المركب السايكلو هيكسين الثاني، وهكذا تستمر العملية إلى يعطينا الناتج. هاي ميكانيزم مالته. طبعا ليش هاي العملية؟ طبعا هنا شنو السبب رومينيشن اللي ويا الـ NBS تحدث يعني بالالليك بوزيشن، شنو السبب بالالليك؟ طبعا هنا قال لك ان الطاقه، نرجع للطاقه، لان هاي الطاقه مال الالليك بوزيشن راح تكون اقل 360 من هاي الهيدروجين الفاينليك، هاي هاي فاينليك، هذا الالليك، هذا هنا عادي الكل، وهذا راح يكون طبعا ايش قد هذا راح يكون اعلاهم الفاينليك راح يكون 445 وهذا راح يكون 400. هنا سؤالي، لماذا الـ H مال الفاينليك راح تكون أعلى طاقة من الألليك، والألليك راح يكون أعلى منين؟ من العفو الألكل راح يكون أعلى من الألليك، واضح؟ ليش الفاينليك أعلى من الألليك؟ وليش الألكل أعلى من الألليك؟ وليش الفاينليك أعلى من الألكل؟ ماشي، هاي الأسباب لو هي طبعا فت سطر واحد اللي يفسر لي هذا السبب ان شاء الله راح اخذ اسمه طي درجه، فانتم يعني خلوا هذا الشيء بين يعني كل من خاص بنفسه، لا تعطيني اكثر من يعني اكثر من واحد يعطيني نفس الجواب. ولهذا راح نشوف الاستقراريه مالت مال الجذور الحره المتكونه راح تكون بهالطريقه هاي. الألليك راح يكون أكثر استقرار من التير، احنا عرفنا ان التيرشري أكثر استقرار من السكندري، والسكندري أكثر استقرار من البرايمري، هاي أخذناهن، لكن هندخل وياهن المثل اللي هو عادي هذا ما بي أي بس ذرة كربون وحدة، أكيد هذا راح يكون أعلى منه. بعد راح يكون أعلى واحد أكثر استقرار هو الألليك، هذا إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نعرف ليش هذا أكثر استقرار من الكلين، وهذا هو أقل استقرار بهن، طبعا اقل استقرار لانه هو اكثر طاقه، ماشي، قلنا اذا كان اكثر طاقه راح يكون اقل استقرار. طبعا شكرا جزيلا طلاب لاصغائكم، انا اريد هاي المحاضره تقرونها وعلى راحتكم، ولا تستعجل بالقراءه، والشيء الثاني لا تحفظ لي الدرج، هذا الشرح اكثر انا شو جاي اتكلم وياك ايش سوالف اسوي لك اياه، اهم شيء انك انت تخلي خطوات شلون تقرا بهن، اهم شيء اسم التفاعل، اهم شيء شنو هو الدخل وشنو هو الناتج بالتفاعل، هذن الاشياء بدك تركز لي عليهم، اما حفظ وفهم لي الشيء فهم. وان شاء الله اي سؤال اي استفسار احنا موجودين بالجروب، شكرا جزيلا، مع السلامه.